في هذه السفرة أخذنا أخ المرشد لنا لتناول عشاء مع شخص من الأغنياء يدعى مصطفى جزاه الله خيرا. فقلنا لماذا نذهب إليه؟ قال سمع عنكم وقال لابد أن تأتي بهم لكي يتناول العشاء عنه. قلنا جزاك الله خير ماشي بس بلاش يلا. ذهبنا معه فالرجل أكرمنا وكان يخدمنا بنفسه ورجل كبير سن. فكان طول الجلسة واستمرت عدة ساعات وهو فرح مسرور. وسبحان الله يعني أتي بالعشاء وأذن المغرب الوقت بتأخر كان هو يعني كما يقولوا جمع غد عشاء غدا وعشاء مع بعض قرب المغرب لأن الوقت يتأخر عندهم الآن يعني أذان المغرب الساعة 8 وحاجة. فأتي بالعشاء فأذن المغرب فاستمرينا في العشاء يعني لعذر طبعا نحن مسافرون وبالنسبة إليه هو قال لا نصلي مع بعض معكم هنا قال تذهب إلى المسجد قال فإذا به هو يريد أن كنا نصلي فيه في بيته. وفعلا صلينا المغرب والعشاء في بيته واعتبر ذلك عذرا له عن حضور الجماعة لأجل إكرام الضيف على قول بعض أهل العلم لكن كله يريدنا أن نصلي في بيته. الناس يعني يقول بركة وجودكم أنتم بركة. وعندما هممنا بالانصراف ودعنا عند الباب رفض ونزل من شقتي في الطابق الثالث معنا إلى تحت ولما خرجنا عانقنا وهو يعني يودعنا وجاء قبلني من رأسه ويقول مصعب مصعب يعني مصعب بن عمير يعني قلنا نحن من وكان يبكي. فهذا احترام وتقدير هذا الشخص يا إخوة نحن لا نساوي عنده شيئا. كنا نتكلم معه هو يعني ممن يتبرعون لهذه المدرسة وهذه الأعمال الخيرية فقلت له كيف تجمعون هذه التبرعات؟ قالوا نحن ندعو الناس للتبرع والحمد لله الناس يتبرعون. قلت له كم تقريبا الشخص يدفع؟ قال على حسب إمكانه ما محدد بشيء. قلنا كم تقريبا يعني أنت تدفع؟ فهو رفض في البداية أن يقول ولكن يعني جزاه الله خيرا بعد ذلك قال تقريبا 20,000 دولار في الشهر تبرع في الشهر الواحد 20,000 دولار 8,000 ريال عماني تقريبا. لما خرجنا وكنا نتحدث في السيارة مع هذا المرشد الأخ المرشد معنا قال يوجد أمثال هذا بالآلاف عندنا يتبرعون بمثل هذا المبلغ بالآلاف. بل أخبرنا هذا الشخص الغني اللي هو مصطفى يقول أنا ما ساوي شيء يقول أنا هناك من الناس من يتبرع في الشهر الواحد 300,000 دولار. قلنا حتى لو مال مليارات من نحن معنا بيتبرع في الشهر 300,000 دولار حتى لو عنده عشر كم مليار 300,000 دولار أكثر من 100,000 ريال عماني في الشهر الواحد. هذه نجح هؤلاء الناس يا إخوة عندهم تضحية عندهم بذل. هذا الشخص بنفسه مصطفى يعيش في شقة ما عنده بيت حالة واحدة كاملة ولا اشترى لأولادي حتى سيارات يقول سيارة هذه اللي عندي تكفيه ومع أنه يستطيع أن يشتري حتى 15 سيارة لكن إيش يقول التبرع والإنفاق في سبيل الله أولى.